عجيب. ما لك لا تجيب؟ وكيف أجيب وأنا لا أرى الشيء الذي تسألني عنه؟ سأصفه لك. بيت جميل، وواجهة البيت مليئة بالمثلثات. إذن هذا هو بيت ابن السيد البطليوسي، بني له على هذا النحو تخليدا لكتابه المثلث. المثلث؟ وهل البطليوسي عالم نحو أم مهندس؟ إنه عالم نحو ولغة، وكتابه المثلث يعرض كل كلمة تقرأ على ثلاثة أوجه، مثلا بشر بشر بشر. وماذا يعني البشر والبشر والبشر؟ البشر بالفتح هو مصدر الفعل بشر يبشر بشرا، بشرت الجلد قشرته. والبشر؟ البشر بالكسر طلاقة الوجه، يقال بشرته ببشر حسن. هذه عرفتها. والبشر؟ والبشر بالضم جمع بشير، كلمة بشير تجمع على بشر وبشر. أحسنت يا بصير، أحسنت. وعن البشر قال الأبيرج بن المعتذر: كأن لم يصاحبنا بريد بغبطة ولم تأتنا يوما بأخباره البشر. كيف حالك يا ابن السيد البطليوسي؟ على أحسن حال والحمد لله. تفضل تفضل. هل تحب أن تعرف شيئا عن المثلثات؟ يا صديقي، مثلثات، مربعات، مسدسات، المهم أن أغذي هذا الدماغ بالمعارف. إذن خذ بيدي إلى الباب. تفضل.